السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي أحبائي الغالين في هذه الساعة المباركة، أذكروا الله وصلوا على الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام. أنا في سلطنة عمان في مهرجان إسحار الجزر، إيش قاعد اسمه؟ مهرجان شمال باطن. مهرجان بحري. مهرجان شمال بطل البحر. بعدين اسحار في ولايه الصحراء، واكل مهرجان الغاوي اللي من الاخر. بس انا بس تكفي اني اصور الاشياء الشعبيه والتراثيه، وان شاء الله في حلقه ثانيه بنوركم. الله يطول لي عمرك حبيبي وخلكم وياي في احلى مهرجان في الصحراء. اللي يسحار لازم يمر المهرجان شيء من الاخر تراث. لكن عاد انا بس بصور شيء واشياء يعني ما تسمح لي اني اصورها، تدري احنا اللي نتماشى مع الوضع. هذا شو هذا؟ هذا كوفر. هذا كوفر؟ اي. وهذه قفداره. اي. وهذه بنت النوخذه. اي بنت النوخذه هاي. وهذه نفس الشيء بنت النوخذه. حتى لونهم غير. كلهم اي. والرياش اخباره؟ الحمد لله بخير. سلم عليك. الحمد لله. شوفوا شوفوا المهرجان. هذا عريف المهرجان. انت شو دورك في المهرجان ما شاء الله؟ انا مسؤول عن القريه التراثيه وعن المحامل والسفن. انت ما شاء الله دومك في الامام. هذه المحامل وهاي السفن وهذه الكله كلها. هاي فرقه هني. ايه شيء ما يدقون الى الموقع الغاوي. تسمونها الكله انت ولا شو؟ الكله. ها يا حي هالعمان. هالعمان متوعدهم ليوم القيامه ان محافظين على التراث. الغني الفقير العود الصغير تراثه ما يبدرونه وثيابه ما يبدرونه. امهات البراجع بي براجعهن وامهات بالزي بكل واحد بزيه. عادي خربطوا بي يوم صديت عيني منك وانا اشوف الطبول ضيعت شرب رمس. انا هذا الناس امودرنهم وتايب عنا وين ما سي وراي يا رب توب علي. انا مودرنكم وين ما اسير. لا حول. هاي الطبول. هلا وسهلا فيكم ما شاء الله. الصلاة على النبي محمد. هاي هذا السرير. شوفوا المناظر الأولية وتدورها ما تحصلها. ويوم في المهرجان رحمة الله على قابوس الله يرحمه ترحموا عليه الجمعة اليوم. وأنتي ما شاء الله على ملفأك الأولي. الله ذكرتني بحباتي عاش الله يرحمها. مرة هالبطولة نفسها نفس البطولة هاي رحمة الله على يدوتي عاشت هاي البطولة. وهذا الملفع مغواكم. هلا ايش حالك؟ محلاكم ومحلا زيكم ومحلا يلستكم ومحلا شوفتكم ومحلا معانيكم. ساعة المباركة. هذا ايش يسمونه كاسر؟ وهذا الرحماني وهاي الرنة. هلا ايش حالك ما شاء الله. الصلاة على النبي. والله يلستك الحلوة. الا واحد ود الا واحد يلس وحط له قدو. وايش السوالف الغاويه. بخير الله يطول عماركم ويسلمكم. البيت العماني شوفوا الناس الطيبه شوفوا الناس السنعه يذكرونك بالماضي. هذا شيء العدل. يوم بتدور الماضي عند هله وبدور السنه. وهذه يسموه ها حقله. الله اكبر. هاي وحده الحقله. هذه مال حنة. هي اشوف هذه مال حنة المعرس. يعني هذه حد يسميها الحضنة. والحين تطوروا ويسمونها الكوشك. شوف قايله احسن شيء في الدنيا هذا. انا مصلي جامع مصلي العشاء والمغرب يعني على سفر البيت العماني والشعب الطيب الكريم ما شاء الله عليهم. أكرمكم الله. والمنز المنز معلق وحلي. هذا عاشت العالم على الشيء الغاوي. هذا كاتلي سموه كاتلي مال أول. هذا أنتم تسمونه كاتلي؟ نحن نسميه سرير. قال حص السرير يصرصر والموسد زعلانة. إيه. أنتم تسمونه كاتلي؟ طبعا صناعة السفن. وهاي الكوتية. صحيح. الكوتية مال اهل صور. هاي الكوتية. وهذا بوم سفار. صح. وهذا بلم. صح. وهذا بوم سفار. الله عليك. شوف هذا البوم. هذا الساطور. صح. عدل. صح.
وهذا الدقل وهذا الفرمن ما شاء الله. ايه ناخذ ابوي ايش قايل؟ هذا ابوه وهذا السكان صح. ايه خلاص وتزولي وين بعد؟ لازم تزولي موجود طال عمرك. ايه اهلا وسهلا عمي، حياك الله شيخي. وهاي البروانه باوره هاي الباوره خلاص ابي. نعم وانا سفار انا الله يرحمه. حياه عبد الله كسار وحياه يدي ابو ابوي وحياه يدي ابو امي كلهم مجدمية ونواخذ يدي ابو ابوي مجدمي ويدي ابو امي مجدمي. احنا الخور فكان صح هل الخور فكان للشرق اهل السفن صحيح. شوف في خور فكان نفس هذه كانت لا يقل عند بيت الميرزة وبيت ابو محمد صالح بيت بن شاهين 30-35 بوم صحيح. هي نعم 35 بوم في خور فكان يعني مثل ما قلت لك. وحياة الكسار رحمة الله عليه ونوخذها ريل أمه أبو أحمد وفهد وعبد العزيز وعدنان ونايف ويدي أبو يدي علي حسن مجدمي ويدي عبد الله بعد مجدمية يعني مخلف علينا وهم نواخذه وأنا مخلف علي هذا هذا شغلي أنا هذا حبايبي أنا هذا اللي أموت في ريحة الله المستعان. هي يا شيء عدم شوف الصينية الأولية الله الصراحة يعني مادي حفن ما مهرجان ما عقب مهرجان يا أبوه يا رب. إذا مشاهدينا متابعي مهرجان الفاطمة البحري مد جزر وتبعتوا تشاهدوا قوات هذا المهرجان من مختلف دول الخليج اليوم ما شاء الله عليه أحد الشخصيات البارزة هنا في دول الخليج وفي الإمارات العربية الله يطول اعماركم ويبارك في حياتكم. وانا سعيد اني سعيد اني في مهرجان مد وجزر في السحار وفاجئ ما شاء الله يعني مهرجان هذا في الاول ولا الاول من نوعه؟ طبعا في سحار المهرجان الاول من نوعه هذا تو اول مره كذا اول مره بعد باكر شو بسوي؟ بتشوف ان شاء الله تعالى شيء ما شفته هذا صراحه انا لا اكل بمكياني لان انا احب التراث واحب الموروث الشعبي من الاخر. المهرجان ابهرني كنت معزل باكر اسير عندي عرس قلت ما كنسل عرس عيش ولحم شبعان بطلع للمهرجان بين بعد باكر اللي بيطبل الفن الشعبي دندان وابو زلف هذا هو ربعه هذا هو يرد الراس هذا هو يغير السيستم هذا هو يا سلام. لا انك انت قاعد اليوم محافظ على قصدي هذا لان عمان الوحيد اليوم في دول العالم العربي وشعوب الخليج المحافظه على التراث يخلص الابن ويتولد يخلص الولد هي الحفيد مع ما بدون لا بدون مجامله يعني محافظه على تراثنا الشعبي بكل شيء بكل حاجه مش الفن الفن الشعبي بكل شيء. لما تجي عمان تشوف اللي جامع عمان قبل 100 سنه واليوم 2023 نفس الشيء محافظين لو تطورت على سووا المسابقة ونحن مستعدين ما عليك مرة ما أول بأول نحن في العمان هاي بلادنا طب الله الله يحفظك ولا لي غنى عنهم وأنا أحب الشعب العماني والعالم كله صح ولا لا؟ صح يا سلام أهلا وسهلا بك ونورتنا في مهرجان الفاطمة البحري سعيدين حقيقة وأنا سعيد بالتنظيم وشكرا على طلتك الجميلة على عيني وراسي بلدي وخشمك يا سلام عليك شكرا نورتنا يا الحمالي يسلمكم الله طول عمرك أول واحد يقول في صح هاي القهوة زمان قهوة زمان يعني القهوة الشعبية صدقة وهاي الجوز أبو النارية الأولية هي صح يعني أنتم بسوي قهوة صح عايبو النارية الأولية هذه نعم رشبة يسمون رشبة شو اسمها رشبة احنا نسميها نارية وفي مصر يسمونها جوز وأبوي ذكرتني بثرينا هذا الله يهك الزمان يحن قلبي عليكم انا ما مودرنكم انا ما اخذ اجازه عنكم بس مودرنك ما اخذ اجازه اما هذا ما اخذ اجازه عنك هذا الحلاق لا الحلاق.
الحلاق الأولي الشيء العدل طالع طالع تراد 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 تعبان تعبان تراد شيء عدل سواه يعني شغف 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 صدق من الآخر إيه أما قوم يا شوب هذا الدكان قديم صدقه الله يا الدكان الأول يجو عرسي صدقه بيبسي عرسي الأول يعني دكان الطيبين في بلد الطيبين أهلا أهلا وسهلا فيك شوفوا شوف الشيء العدل هي ما سوون سووا شيء عدل يعني يثلج القلب ويذكرك بالماضي ما بهي ما على كلام هذا صحار لما تشهر يقول لك كم كملتوا كم كمل أسبوع أسبوعين شوفوا هاي المدخل ما يصير في أي مكان الله يا هم هذا مدخل ما وصل وصل كأس العالم قطر 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 نعم ما شاء الله هذا المدخل دوج هاي يسمونه المدخل الدولي ايه هذا الدولي ايه الدولي هذا العالمي ايش قايل الله يسعدك الله يسعدك الله محل فخور صلاله فخور صلاله ايه نعم واسعاره حلوه اسعاره حلوه ما عليه كلام الله يسلمك شوفوا هذا المدخل اقول لك كاس مدخل ودوه كاس العالم ايه نعم كاس العالم كلها بارك الله يعطيكم العافيه الله يعافيك نسلمكم احنا نشجع الاسر المنتجه جزاكم الله خير ما شاء الله طالع يعني شيء شيء مهرجان من الآخر إيه باجي الأسبوعين يعني نحن طال عمركم باجي أسبوعين خلصت عشيتوا عشينا في مطعم ما يحتاج نعم أسأل الله يطول أعماركم ويبقى الله يرحم قابوس غفر له يوم الجمعة رحموا عليه نعم ويطول عمرك ويبارك في حياتك سلطان هيثم مطعم قالوا لنا سيروا المطعم هذا ويينا وتعشينا فيه مطعم غابط ما ان شاء الله عدل فصحار مطعم ومقهى حمام السلام الله يا حمام السلام يا بعد احسن من حمام السلام نعم ما اكلات الغاوية وشغل بي والله ويها شكرا ما قصرتوا جديد ما شاء الله مفتوح تم الافتتاح جديد جزاه الله خير واكل غاوي والحمد لله رب العبس بعد ما اكل عيوش وصلنا الى موقعنا بيت الشيخ علي بن حميد الشبلي المطبخ الله شوف شوف الجذور شوف الجذور لا بقى ابوه هذا العدل وينك يا اليمر وينك ابوه شوف ما شاء الله طالع هذا حق باكر حق الغداء الله يا الجذور الله يا الجذور هي 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 لابقى لابقى الضاو تحت الجذور لابقى هذا هذا الشيء اللي عايبني انا لا فندق فايف ستار ولا مايف ستار طب متود لباكر غداء مجهزين ما شاء الله والصلاة على النبي محمد اي فندق فايف ستار اي ما هذا الفندق عندي انا وما رحت الضو والجذور تنبخ هي ياسين حجي غرفتهم بمر عليهم غرفه شعبيه حلوه يا الله ومساكم الله بالخير والنور والسعاده بيت الاسد قال ما يخلم العظام انا بودر المنتجع الغاوي مال الشيخ علي بن حميد الشبلي فصحار وباصير اسكني فندق مندق بندق لا 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 ابدا شوفوا شوفوا ما شاء الله ابوه ارقد على اصوات الله يا القمر شوفوا القمر بيت القمر الله شوفوا شوفوا النوافير شوفوا الاضاءه شوفوا الحوض العود الله 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 وهناك كل مجلس العود ما شاء الله والصلاه على النبي محمد المنتجع اللي على كيف كيفك الله شوف شوف صلاه على النبي محمد والغرف طالع الله القمر الله يرحل الله شوف هاي غرفة النوم مالي هاي غرفة النوم العودة بيرسلنا برقد نعامة قصر ما شاء الله
كل ما يلس اللهم صلي على محمد. شوفوا ايه، وهاي بعد اوقات تراها عادي تؤجر، ايه لكن اوقات نعم على حسب الناس. شوفوا 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 شيء، شوفوا شيء العجب العجائب. هذا بعد شوف، هذا بعد وهذا بعد غير. ابوه شوفوا طالعوا بصبصوا هذا. شوف هذا يسمونه منتجع سياحي في عمان بإصحار غير إيه يعني. وهك غرف النوم، غرف النوم ما شاء الله، والصلاة على النبي الله يعطي خير ويكفي شر إن شاء الله ويزيد من نعيمه. إيه نحن يومني نعيد السنة غرف النوم أنواع وأشكال. هي 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 ما شاء الله الصلاة على النبي. شوفوا شوفوا وتشوفوا شوفوا الحاضر يبلغ الغايب. ايه منتجع سياحي على كيف كيفه، من افخم ايه ايه شيء راقي شيء من الاخر. ايه شوفوا طالع هي ما عندي اللعبة هاي. اللهم صل على محمد وعلى سيدنا محمد. شوف الحديقة الإضاءة أبوي لما سوي شيء سوي شيء عدل. يوم بسوي سو ولا لا سوي شيء من وطن